القصة بتحكي إن كان في مجموعة من الناس اسمهم قوم ثمود، كانوا برضو بيعبدوا الأصنام، فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم برضو عبد صالح من عباده اسمه سيدنا صالح. سيدنا صالح قعد يفكرهم بربنا سبحانه وتعالى ويفكرهم بنعم ربنا عليهم، وقعد يقول لهم: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. يعني يا قومي اعبدوا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقكم وخلاكم تعمروا الأرض وتسكنوا فيها، استغفروا ربنا وتوبوا إليه، يعني بطلوا تعملوا الحاجات اللي بتسعر ربنا، علشان ربنا سبحانه وتعالى قريب وبيستجيب دعوات أي حد بيدعيه. لكن للأسف ما سمعوش كلامه وفضلوا يستهزئوا بيه وقالوا له: لو عايزنا فعلا نصدقك لازم تعمل لنا معجزة. يعني ايه معجزة يا شطار؟ يعني حاجة محدش يقدر يعملها من البشر، وهي دي الحاجة اللي بتثبت ان هي لو حصلت يبقى الشخص ده نبي، يبقى احنا كده نقدر نصدقه. فهو سألهم قال لهم: عايزيني اعمل ايه؟ فشاوروا له كده على صخرة كبيرة وقالوا له: شايف الصخرة اللي هناك دي؟ احنا عايزين يطلع منها ناقة. يعني ايه ناقة؟ الناقة ديت هي الانثى بتاعت الجمل. فسيدنا صالح فضل يفكر كده يعمل ايه يعمل ايه، فتوجه لربنا وقعد يصلي ويدعي ويقول: يا رب يا رب ساعدني. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لي وفعلا طلع ناقة من الصخرة. وناس كتير قوي اول ما شافت اللي حصل ده قالت: امنا بربنا امنا بربنا. وناس تانية فضلت متكبرة ومرضتش تسمع كلام سيدنا صالح أبدا. يا خبر، حتى بعد ما عملكوا اللي انتوا عايزينه، مش انتوا قلتوا ان احنا عايزين ناقة وفعلا لو شفناها هنؤمن بربنا؟ للأسف ما سمعوش الكلام وفضلوا على نفس الكفر. وسيدنا صالح حذرهم وقال لهم: هذه ناقة الله لكم آية، فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. يعني ما تقربوش منها ولا تعملوا لها أي حاجة وحشة، انتوا ليكوا يوم تشربوا منه وهي كمان تشرب في يوم تاني، ولا انتوا تشربوا في نفس اليوم اللي هي هتشرب فيه ولا العكس. وفعلا فضلوا كده حبة، لكن الناس الأشرار اللي دايما عايزين الحاجة الوحشة تحصل قعدوا يفكروا ازاي نقتل الناقة، لحد ما في يوم قرروا ان هم فعلا يقتلوها. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم غضب شديد. ربنا بيحكي عنهم لسيدنا محمد في القرآن وبيقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ياه، شفتوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم ايه؟ بعد ما شافوا كل الحاجات الصح وكل الحاجات اللي تثبت ان ربنا سبحانه وتعالى موجود وان ربنا هو الوحيد اللي مفروض نعبده، برضو ما سمعوش الكلام وفضلوا على الكفر، ودي كانت نتيجة اختيارهم. وبكده تبقى خلصت حدوتة النهاردة. وقبل ما نمشي عايزة اقول لكم حاجة، اوعوا تفتكروا ان الشيطان دوت يقدر علينا. هو صحيح بيوسوس للناس حاجات وحشة وبيخليهم يعملوا حاجات وحشة، لكن برضو احنا اقوى منه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفة. عارفين ضعيف لدرجة ايه؟ لدرجة ان احنا اول ما بنذكر اسم ربنا الشيطان بيهرب وبيختفي. علشان كده عايزاكوا دايما تذكروا ربنا على طول وتقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتبقوا عارفين إن طول ما ربنا سبحانه وتعالى معانا مفيش أي حاجة هتقدر علينا. أشوفكوا بكرة في حدوتة جديدة بإذن الله. مع السلامة.